نفسيتي تعبانة من البيت، من الطبيخ، من الشغل، من الأولاد. شوفي الأولاد نايمي على السريع، بس مش حامي يعني اللي يعمل أنا ماما بنام نص ساعة، حددوا له منبه بعد هاي الحركة بنام ترتاح شوي. أبوهم طبيعي ودي له مساج، قل له عند أمك اليوم وجهك بدي أشوفه بالدار لأني شايف الدور عفريت وحابب أطلق. أنا موافقة ثلاث، بعتهم بثلاث مسجات، بمسج واحد لا يحصى، بيني له إنك فاهمة وإنك هيك عقربة، فهمتي؟ خشي له بين الطريق إنه يعني حل عضني اليوم، أو الأكل أطلب ديليفري. عز يا مال العز، ساندويش تشاورما عرفتي، وبعطي له مسج نيمت الولاد بلا أكل وانت جاي جيب لهم أكل روقي، فهمتي؟ قومي تحممي وجيبي لي كده شولدرز بنعنع وغلغلي غلغلي وشمي نعنع وافتحي جيبي لك خط ايلاينر عرفتي، واقعدي مالكة وجمتي كل الكراسي هيك على جهة، وحطي لك كرسي على البرندة ورجل على رجل وفنجان قهوة، وفوتي لهم جوا على الغرفة وقولي لهم يعني والله العظيم واللي من رفع السماء وبسط الأرض ما شوف واحد طالع برا الغرفة لخي يجيب لكم مرت أبو اذلكوا ذالي واروح عند رحلي انبسط وعبي والبسوا جديدة وكيف وانبسط. حط راسك منك لقينا ونعم، هذا التهديد قبل تطلع البرندة، وبتحمل الفنجان بكيس واطلع تربع برندة، وبس يجي اذا اجي فتح الباب فنجان قهوة وخبطيه على الباب قبل اسمع سلي هذا عرفتي، بعتي له مسج قول له هاي انا هاي انا جرب وفوت وبس، ونبست بس ساعتين ثلاث وما تكتئب الحياة لا بعدين اذا زعلتي بصير عندك تجاعيد. الا التجاعيد حبيبتي